رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وصدق محبة الإيمان يا فضيلة الشيخ إبراهيم القيم وصل على أسماع حضراتكم ما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 135 وحتى آخر السورة. هنا الجزائر، هذه إذاعة القرآن الكريم، لدينا وإياكم أيها الأفاضل على تواصل، فمرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إنه من زوال لمن ننسى. إذاعة القرآن الكريم يجدد عهدكم على الله.